ليه ما فيش مشاركه عربيه في الاعمال المصريه؟ لان طبعا احنا عندنا مشكله لهجه ما فيش شك، ببعض بالذات في شمال افريقيا، لكن كل ما بتيجي فرصه بنحققها. السينما التونسية سينما تونسية متواجدة، السينما المغربية متواجدة، الجزائرية، كل العالم العربي في سينما الخاصة به، لكن في أفلام بعض أحيان أو مسلسلات بعض أحيان بتبقى مشتركة، بيبقى فيها تعاون من دول أخرى يعني.